لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. يجب أن نؤكد على أمر هام، أن ما روته رئاسة الجمهورية غير صحيح بالمرة، وأن البيان الذي أصدرته مؤخرا رئاسة الجمهورية والذي تقول فيه بعد خضوع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الفريق الطبي تفاؤله بنتائج الفحوصات، وقد باشر السيد الرئيس تلقي العلاج المناسب وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق. حالته الصحية مستقرة، مستقرة، هل هي مستقرة على الوضع الذي كانت عليه عندما غادر الجزائر؟ لم تحدث تطورات، وأن التحاليل الطبية أكدت بأنه لن تتطور أكثر، لذلك ظهر هذا التفاؤل وأنها لا تدعو للقلق. هذا البيان غامض وفقط من أجل تهدئة الرأي العام في الجزائر خصوصا. إذن المعلومات غير واضحة، لم يظهر الرئيس ولن يظهر على الأقل في هذه الفترة لظروفه الصحية التي ليست على ما يرام. تقييمات استخبارية تحصلنا عليها حصريا، لن نذكر مصدرها ولن نذكر الجهة التي أعدتها، ربما سيأتي مستقبلا ونتحدث فيها بناء على ما ستؤول إليه الأمور. الرئيس عبد المجيد تبون ظهرت عليه أعراض الكوفيد في 17/10/2020، وليس كما قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس دخل في حجر صحي طوعي في يوم 24/10/2020 لمدة 5 أيام، هذه غير صحيحة بالمرة. فالرئيس ظهرت عليه أعراض الكوفيد وأقعدته وأرقدته الفراش بسرعة يوم 17 أو ليلة 17/10/2020، ويوم 18/10/2020 كان من المفروض عنده اجتماع لمجلس الوزراء وتم تأجيله. وماذا قالت ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية؟ تشاهدون في الصورة حيث قالت رئاسة وكالة الأنباء: أفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المزمع عقده يوم الأحد بتقنية التواصل المرئي نظرا للرزنامة المكثفة لبرنامج رئيس الجمهورية وكذا الحكومة. وجاء في البيان أنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المزمع عقده يوم الأحد بتقنية التواصل نظرا للرزنامة المكثفة لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد وكذا الحكومة، بالإضافة إلى أسباب تقنية. معناها برنامج مكثف إلى رئيس الجمهورية وبرنامج وكذلك الحكومة وخلل تقني. الحكومة ما هو العمل الرزنامة المكثفة التي تعتبر أولى من اجتماع مجلس الوزراء بالنسبة للرئيس والحكومة؟ ما فيش. لم يظهر الرئيس مثلا لو حدث أمر طارئ، وفاة زعيم دولة معينة، اقتضى الرئيس يسافر لحضور الجنازة، أو ضيف، أو حدثت مثلا طارئ كبير على مستوى الجزائر يؤدي إلى مثل هذه الأمور، وهو أمر واضح. لم يظهر شيء من هذا القبيل، رزنامة مكثفة كذا كذا، ما هي؟ لا لا شيء. لذلك ذلك البيان بيان غير صحيح بالمرة. إذن إلغاء مجلس الوزراء تم بسبب تدهور الوضع الصحي للرئيس، لذلك الرئيس كان لا يستطيع أن يجلس حتى على كرسي أعراض الكوفيد واضحة عليه، لذلك لا يمكنه أن يجتمع. لو كان بإمكانه يجتمع ولو لدقائق معدودة لاجتمع بالوزراء وعملوا بيان، وأخذوا فقط لمدة 10 دقائق أو شيء من هذا القبيل، عملوا صور وتم
رفع الاجتماع وخلاص، ولكن الرئيس لم يكن يستطيع يقوى حتى على الجلوس على كرسي، ولا يستطيعون حتى إظهار ملامحه لأنه في وضع سيء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.